يسعد صباح كل من يشوف فينا من خلال الفيسبوك أو حتى قنوات 218 الفضائية. مشاهدينا، بناء المجتمعات ما يتمش بنصف من يشكلونها، هذا أكيد الشيء اللي المفروض كل الدول وبالذات دول المنطقة أن هي تكون مؤمنة به. ففي الآونة الأخيرة أصبحنا نشوفه فيه بسبب الظروف الأمنية تحديدا في ليبيا، هلبة من الفتيات ما يكملوش في تعليمهم الجامعي، وأيضا هلبة شباب يخلوا في دراستهم نتيجة الظروف الاقتصادية اللي يعانوا منها، وأيضا لما يشوفوا شباب جيلهم أو الجيل اللي سبقهم كيف بالنسبة ليهم أو زي ما يقولوا ما استفادوش من الشهادة. هذا اللي حنعرفوه من خلال تجربكم، ايش رايكم في الموضوع؟ هل فعلا أصبحنا أن احنا أصبحت ظاهرة عدم تعليم الفتيات أو عدم إكمال دراستهم أصبحت ظاهرة موجودة في ليبيا أو لا؟ وشنو كانت تجربكم؟ الناس اللي مثلا خلوا دراستهم واتجهوا مثلا للتجارة أو اتجهوا لوظائف أخرى متنوعة، هل استفدتوا أو هل ندمتوا؟ شنو كانت تجاربكم؟ هذا اللي حنعرفوه. أيضا حتكون معانا السيدة نعيمة سكيليح رئيسة قطاع التعليم باتحاد المرأة العربية المتخصصة فرع ليبيا، ولكن خلينا نشوفوا استطلاع الرأي الشارع الليبي حول الموضوع، أكيد لنا رجع معكم. درسة البنت عادي يعني شنو؟ بالتأكيد قصدي النساء نصف المجتمع وضروري من التعليم، فلذلك لا يمنع قصدي من النساء أنها تكمل دراستها. ما بال الطالب يدرس، علاش الطالب ما تدرسش؟ لابد منه، لأن من تعلم لغة قومنا من شرهم، والتعليم يعني يقضي على الجهل ويدفع الناس لاستحداث علوم ما كناش نعرفها. إن حق من حقوقها ما انها تتعلم وتاخذ مكانتها في المجتمع، مستواها الدراسي وتعليمها وترفع حتى انتاجنا الوطني والعلمي واهلها. واذا كان جهلنا المراه اصبح المجتمع شبه جاهل بالكامل، لان الام هي المدرسه الاولى يعني لتربيه النشا. هذا من حقهم الطبيعي، يعني الدراسه والعلم هذا ما محدود للرجال ولا للنساء، لان البنت هذه لابد لها دور كبير في المجتمع، منها بناتنا ومنها امهاتنا ومنها اخواتنا ومنها، فهذه لابد تكون لها الحق مثلها مثل الولد. ولا باس في من وجهه نظري في استكمال دراسه البنات، لان منهم من يفوق الرجل في بعض المجالات العلمية. أنا ضد البنت ما تتعلمش، بالنسبة لي تتعلم وتتفوق وترفع رؤوسنا، والحمد لله عندي 5 بنات رفعوني. إذا مشاهدينا، هذا كان رأي الشارع الليبي حول إكمال الفتيات لدراستهم. للحديث أكثر عن الموضوع معنا السيدة نعيمة سكيليح رئيس قطاع التعليم باتحاد المرأة العربية المتخصصة في ليبيا. ألو، صباح الخير. كيف أثر الوضع السياسي والاجتماعي على التعليم في ليبيا سيدة نعيمة؟ وأيضا هل صار تدني أو العكس صحيح؟ أولا التعليم هو بصراحة يعني لازم نتكلموا، أنني حتى متكلمة في حلقة قبل أن التعليم في حال تدني من قبل حتى الثورة 17 فبراير، يعني هذا معروف لدى الجميع. يعني احنا عندنا نعاني من تدني في التعليم ماشي بتناقص من فترة التسعينات إلى حتى توا، فمعناها سياسيا أكيد في تغيير أو في تأثير كبير على التعليم، ولكن اصلا هو التعليم من الاساس عندنا مشكله في التعليم من قبل حتى التغيير السياسي. لكن لو احنا نجيو مثلا حتى اجتماعيا، يعني احنا مشكلتنا راهو في التعليم، قبول الطالب للتعليم وقبول الطالبه للتعليم سببها عند الشباب. احنا عندنا تو تسيب الدراسه بالنسبه للشباب، يعني اللي هم الذكور مش الاناث. الاناث هذا خليني طوالين نتكلم لك عليهم بعدين، لكن اللي بنقول لك عليه ان الشباب يعني بصدق يعني اللي صاير ان في تسيب او في ترك للدراسه
للشباب وخاصة في المرحلة الجامعية والمرحلة ما قبلها اللي هي المرحلة الثانوية، بعد ما انه هو تقدر تقول يفك الحكم من الوضع الأسري، يعني هو صغير، هو صغير يبدأ قاعد تحت سلطة العائلة، لكن بمجرد ما يكبر شوية يصبح انه هو مستقل ويظل يفكر بروحه ويشوف انه مثلا التعليم ممكن ما يحقق لاش طموحه، علاش ما يحقق لاش طموحه؟ احنا بصدق يعني، يعني لو نجي نشوف انه لما يجي يشوف الطالب الشاب يلقى مثلا اللي هم مش متعلمين، يلقى واحد مثلا في اي جهه امنيه ولا في اي وضع في ميليشيا ولا كذا ياخذ 2000 دينار. واستاذ الجامعه ولا استاذ الجامعه ما يقدرش يوصل للراتب هذا. طيب. طيب طيب، تقرير البنك الدولي يقول ان حرمان التعليم من الفتيات هو الاغلب في دول المنطقه، هل هذا يطبق عنا في ليبيا او لا من خلال مراقبتك للموضوع؟ زي ما تفضلت وقلت لك من قبل ان التعليم عند صاير لي انهيار من تقريبا من التسعينات ونهايه الثمانينات لحد اليوم، ولكن توا بعد يعني بصراحه بعد المشاكل السياسيه اللي بتصير وعدم استقرار يعني الوزارات وعدم توفير متطلبات التعليم وعدم الرقابه على التعليم، هذا كله ساعد على تدني التعليم اكثر واكثر. طيب، ولكن على سبيل المثال أصبحنا نشوف في ظاهرة الزواج المبكر اللي سببت في أن الفتيات ما يكملوش تعليمهم، مع أن عندنا نسبة فتيات غير متزوجات، هل هذا الشيء المستي في ليبيا؟ والله نقدر نقول لك أن بصدق يعني، ولازم نكون صريحة معك، إحنا ليبيا البنت نصيبها بالتعليم وأولياء الأمور يعني بصدق يعني، بالرغم ان ممكن عندنا هيك في عمليه العامل الذكوري وان المجتمع ذكوري ويفضل الذكر والى ذلك، لكن بالنسبه للتعليم بصدق ان الفتاه الليبيه او الليبيه يعني ما فيش حد حرمها من التعليم، ومش في المدن بس، احنا حتى في الضواحي وفي المدن اللي هي الريفيه والبدويه الفتاة الليبية بالصدق واخذة حظها يعني كامل في التعليم، وما حدش انه هو ممكن يوقف في طريقة انها تقرا اي تخصص او انها تكمل دراستها في اي مجال هي تحبه. هذه انا اعتقد ان المنظمات الدولية ممكن لما درست ما فكرتش انها تحط في اعتبارها ليبيا، لان فعلا انا مستعدة نجيب حتى الادلة ومستعدة كذا ان الفتاة الليبية لقت حظها من التعليم. طيب. في كل المدن الليبية. طيب. طيب سيدة نعيمة، في الجانب الآخر حضرتك ذكرتي نقطة مهمة جدا، وهي أن أصبح بعض الشباب يخلوا في دراستهم نتيجة مغريات مادية، هل طيب شنو يعني الأسباب الرئيسية اللي تخلي الشاب يتخلى عن التعليم ويتجه للشغل؟ وهل في المرحلة اللي احنا فيها شنو أهم، التعليم أو الشغل؟ هي فئة صغيرة فيه، لكن احنا بالعموم يعني انا واحدة من الناس ما لاحظتش حاجة زي هذه بصدق يعني، يعني حرام ان نقول ان في حد ان صب بنتها لانها تتجوز او ان الجواز المبكر، احنا عندنا مشكلة في العنوسة يا رب، احنا عندنا مشكلة ان في انتشار العنوسة في ليبيا يا رب، لأسباب الأسوار السياسية والاجتماعية المادية بصفة عامة هي طيب. اللي سببت ان طيب سيدة نعيمة، ممكن ما تسمعيش فيها كويس يعني ما تجوزوش سيدة نعيمة، ممكن ما تسمعيش فيها كويس، احنا انا سؤالي ليك كان طيب، في الآونة الأخيرة أصبحنا نشوف في ظاهرة أن الشباب يخلوا في دراستهم بسبب يعني أكثر شيء الجانب الاقتصادي، هل تشوفي في شيء هذا ملموس في ليبيا، وشنو الأسباب اللي تخلي الشاب يتخلى عن تعليمه ويتجه للشغل؟ احنا مشكلة تسيب للبنات، البنات ما تسيبش دراستها، احنا عندنا تسيب للدراسة بالنسبة للشباب، الشباب بمجرد انه ياخذ ثانويه ومرات حتى قبل ما ياخذ ثانويه تلقيه يسيب الدراسه، شنو السبب؟ في عده اسباب، راه مش سبب واحد. السبب واحد الاول هو العائله.
يعني احنا ناس نص في تدليل الولد بصدق يعني. يعني عندنا دلال للولد اكثر من اللازم. هذه حاجه. حاجه ثانيه عندنا يعني مثلا الولد يعني من مين يوصل عمره 18 سنه اذا كان العيله قادره او ان هي حتى يعني ميسورة الحال إن لازم توفر سيارة لولدها. إن من أول ما يبدأ يشب هيك تظل تفكر له في كيف تبني له حوش. فإحنا عندنا مشكلة مجتمعنا الذكوري اهتمامنا كله بالذكر للأسف يعني. طيب هذا خلى الشاب ما عندهاش هذاك الطموح، ما عندهاش طموح، ما عندهاش حافز، لأن دائما الدراسة يكون عندها حافز، مش دائما العلم الناس تقرا لأجل العلم، للعلم للعلم. في الغالب انه واحد يبي يولي دكتور باش انه هو يحسن على المادي، باش انه هو يدير كذا، باش انه يعيش في وضع افضل، لكن لما يلقى عائلته موفرت له كل شيء فبالتاكيد انه يصبح الحافز ضعيف، ما عادش عنده حافز للدراسه، خاصه في مرحله المراهقه التفكير الوعي ظل ما يساعدهش على انه هو يفكر في عواقب تفيده للدراسه. طيب جميل. طيب لو نتكلموا على ظاهرة حرمان الفتيات أو حتى لو كانت فئة قليلة أو حتى يعني ترك دراسة من الشباب، من قبل الشباب، شنو تأثيرها هذا على مستقبل ليبيا؟ يعني ما نتكلموش على السنة هذه أو السنة اللي بعدها، نتكلموا على بعد 10 سنين قدام، شنو تأثيرها؟ يعني احنا اللي صاير لنا كنا المشاكل، حتى المشاكل هذه الميليشيات، الميليشيات تكونت من شنو؟ تكونت من الشباب اللي هم مسيبين دراسه. يعني احنا مشكلتنا كلها مشكلتنا تعليم. احنا لو كان في تعليم مضبوط ما كانش إن هذا حالنا، لكنا فكرنا في كيف نبنوا دولتنا. وبصدق يعني مهما كانت يعني صح الفتيات يعني متعلمات وقيمات بدورهم وكذا، لكن الامم تبنى برجالها. نحن نريد الرجال هم يكونوا عماد هذه الامه وهذه الدوله. شكرا لي. كانت معنا السيدة نعيمة اسكليح وهي رئيسة قطاع التعليم باتحاد المرأة العربية المتخصصة فرع ليبيا. خلينا نشوفوا التعليقات من عبد المجيد الزوي. أكيد الأوضاع الاجتماعية والسياسية كان لها أثر كبير على التحصيل العلمي، بس السبب الأهم هو غياب المعلمين القدامى نتيجة العمر ودخول معلمين جدد أقل كفاءة. ويسعد صباحكم ويسعد صباحك أيضا حتى أنت. من أيضا من ريدة: نعم للأسف على الصعيد الشخصي تعرقلت جدا في تخصصي، فالوضع الحالي خليك يدوب تهتم كيف توفر الأساسيات، والدراسة تبي تفرغ وبال رايق، مش تجي تقرأ ولا بتدير برنامج تلاقي تضي هارب وحرب صايرة، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية اللي فعلا صعبة. من آل دينو: صباح الخير ويسعد لي يومكم. أكيد يسعد صباحكم كل مشاهدين وين ما يشوف فينا. من أسباب اللي تخلي الشاب يترك دراسته إنه لم يتفوق في مجال التعليم، وهذه عن تجربة، وأنا شاب لم أكمل دراستي، وتحياتي لكم. من أيضا من أبو عا: صباح الخير، صباح الخيرات وإن شاء الله يومكم طيب. من أيضا أبو عبد الله: اللهم أحفظ ليبيا الحبيبة. من أم بلال: تهب المذيعة حلوة، تهب حلوة خير. أوكي شكرا جزيلا ليك سيدة أو أم بلال، أكيد نتمنى أن ربي يحفظ لك بلال. هذا كانت تعليقاتنا، طبعا أغلبها كان تصبيحات، وأكيد تصبيحاتكم جديات وكلامكم يخلي فينا نحن نبو نبدلوا أكثر جهد، نبو نبدلوا يعني نجيبوا مواضيع فعليا تمسكم وتعبر على الحياة اللي أنتم عايشينها. مشاهدينا، العام الدراسي بدأ من جديد، فأكيد لازم أن نحن نهيئوا أطفالنا، أخواتنا، طلابنا لعام دراسي جديد حتى مع الأوضاع الأمنية اللي تمر بها ليبيا. هذا حيكون موضوعنا بعد الفاصل.